لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. سيشارك فريق الوداد بشكل رسمي في بطولة كأس العرب للأندية خلال النسخة القادمة، وذلك بعد توصله بدعوى رسمية من الاتحاد العربي، حيث سمحت الجامعة الملكية المغربية لفريق الوداد بالمشاركة في البطولة العربية للأندية والتي سيتم إقامتها بالسعودية تحت اسم كأس الملك سلمان. ومن المتوقع أن يتم إجراء مراسم قرعة البطولة العربية للأندية يوم الاثنين القادم، ويذكر أن فريق الوداد سيعفى من خوضه للدور التمهيدي باعتباره بطل المغرب، وسيحصل المتوج بهذه المسابقة على قيمة مالية ضخمة تقدر ب6 ملايين دولار. ضمت قائمة الناخب الوطني وليد الركراكي المكونة من 50 لاعبا المدافع الودادي أمين فرحان، وذلك تحضيرا لودياتي المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب البيرو ومنتخب البرازيل خلال شهر مارس الحالي. وجاء ذلك نتيجة المستويات الجيدة التي يقدمها المدافع أمين فرحان مع فريق الوداد الرياضي، حيث يعتبر حاليا من أفضل المدافعين في الدوري المغربي. كما أكدت الجماهير الودادية أن المدافع أمين فرحان يستحق التواجد مع المنتخب الوطني المغربي، حيث قدمت دعمها الكبير لأمين فرحان